نحن اليوم عم نمر بظروف كتير صعبة، كرمال هيك ما قدرت ما أرجع نفتح مشغل خاص فينا، وأكيد أخذنا إذن السلطات المعنية وجينا، وأنا وكم شخص على الأبتدي كرمال مبادرة إنسانية، ومثل ما بتعرفوا المستشفى بحاجة لكتير مستلزمة طبية، لهيك نحن قررنا إنه نصنع المرويل البيض كرمال نزود المستشفيات بالمدوير لمرضى الكورونا. وإلى جانب ذلك أعلن المصمم اللبناني نجا سعادة أنه ملتزم وفريق عمله بهذه المبادرة الإنسانية دعما للطاقم الطبي اللي يبذل جهود كبيرة للحفاظ على سلامة الجميع في ظل مكافحة فيروس كورونا، ودعا الجميع للتعاون كل في مجاله لنتخطى هذه الأزمة. وإحنا كان لنا لقاء مع نجا سعادة عبر الهاتف في لبنان، وتحدثنا فيه عن عدة مواضيع خاصة بقطاع الموضة في ظل هذه الأزمة. نجا سعادة، أهلا وسهلا فيك ببرنامج دي إنسايدر بالعربي. يعني نحن كتير مبسوطين أنك متواجد معنا اليوم ولو حتى عبر التليفون، فأهلا وسهلا. أول شيء بشكركم على استضافتكم لإلي، وكمان برحب فيكم وبشكركم تحية لكل طاقم العمل يلي خاصنا عم يشتغل بهالمرحلة، وإن شاء الله تكونوا عم تنتبهوا لحالكم وسيف كلنا بهالعالم، لأنه عم نتعرض لفيروس كورونا يلي كل العالم حالياً عم بيشتاقوا. Thank you نجا. بداية خبرنا، يعني منو سر إنه كل القطاعات تأثرت من وراء وباء الكورونا، وأكيد قطاع الموضة من ضمنه. حضرتك كمصمم إله اسم بهيدا المجال، كيف تأثر عملك؟ وخبرني كيف عم بتقضي وقتك إذا فينا نقول بالحجر المنزلي. حالياً اليوم كل القطاعات رح تتأثر بهالمشكلة العالمية اللي عم بتصير وبفيروس كورونا، خاصة انه نحن عالم الموضة والأزياء هو يعتبر من الكماليات ومنه من الأولويات، فبطبيعة الحال الكل رح يجي يعيد خططه ويعمل برمجة لكل شيء بده يعمله من بعد ما يخلص هيدا الفيروس الكورونا. إنما الفنان يلي بيميزه هو انه من وراء كل تحدي من بعد كل مشكلة بيتحدى حاله، وكل شيء بيواجهه العالم اليوم أو هو بيواجهه شخصياً، هذا الشيء بيعطيه حافز ليقدم الأفضل ولحتى يخلق شيء جديد من خلال أحاسيسه، من خلال مشاعره، من خلال هالخوف يلي ممكن هو يكون عم بيترجمه بتصاميم جديدة أو أعمال جديدة يلي هي ممكن يكون عم بيقدمها للعالم. كرمال هيك أنا اليوم بهالمرحلة هيدي اللي عم بعمله إني عم بقرأ كتير، عم برسم، عم عبر عن مشاعري وعن خوفي وعن كل شيء عم بعيشه من خلال أعمال رح أقدمها بعدين للعالم، من خلال كولكشنز، من خلال تصاميم جديدة لكل امرأة. وأكيد نجا تابع الخسائر اللي وصلت للمليارات بقطاع الموضة. طيب كيف عم بخطط نجا سعادة إنه يخفف من الخسائر إذا فينا نقول يلي للأسف طالت الجميع؟ هلا كرمال نكون واقعيين، أكيد الخسارة المادية موجودة، والخسارة المادية هي على الجميع مش بس على صعيد الموضة وعلى صعيد الأزياء. مثل ما سبق وقلت رح يصير عنا مرحلة ما قبل الكورونا ورح يصير عنا مرحلة ما بعد الكورونا، لأنه خاصة مثل ما سبق وقلت إنه الكل رح يرجع يعيد برمجة لخططه ويحط رزنامة جديدة لينطلق منها. بالحديث عن مرحلة ما قبل الكورونا، يمكن هذه معلومة مش كتار بيعرفوها، إنه نجا وقبل دخوله لمجال تصميم الأزياء الاختصاص الأساسي اللي بدأت فيه كان بالمجال الطبي وتصوير الأشعة. خبرني هذه المرحلة كيف أثرت على حياتك وكيف أثرت على تصاميمك وإبداعاتك؟ هذا الشيء خليني أتعلم إنه في أولوية بالحياة اللي هي الصحة، ولما بتكون موجود الصحة قادرين نحن من بعدها من بعد ما نواجه حيالها مشكلة إنه ننطلق من جديد ونحط كل تفكيرنا بسبيل الشيء اللي منحبه، بسبيل أي بحث أو تفكير جديد نكون عم نعمله لنقدم كل شخص من خلال مهنته الأفضل. طيب انطلاقا من هذا الباكراوند الطبي يلي بتملكه نجا، خبرني بصراحة، هل أنت مع موضة الكمامات يلي بدأنا نشوفها بكثرة على السوشيال ميديا واللي حتى شفناها قبل بتصاميم لأهم دور الأزياء بالخارج؟ اليوم كتير حلو المبادرة يلي عم بيقوم فيها بعض الأشخاص أو بعض مصممين الأزياء أو الفاشينيستا اللي حول الكمامات. إنما بهمني أوضح شغلة، إنه ولا واحد منا أو ولا واحد من مصممين الأزياء أو من الأشخاص الموجودين ببيوتهم يعني بيشتغلوا حتى يمكن بالارتيزانة وبالعمل اليدوي مخول إنه يقوم بماسكات طبية، لأنه اليوم الماسك الطبي بيحتاج لتقنيات ولا طريقة تعقيم كتير خاصة. ومن أهم دور الأزياء كانت دار مارين سير اللي أضافت الكمامات لتصاميم مجموعتها لربيع صيف 2020.
فكثير مهم نعرف انه هالمرحله هي منا مرحله للاستعراض، هي مرحلة لحتى نكون حد بعضنا بطريقة مزبوطة ونوعي بعضنا على الشيء الصح وعلى الشيء الغلط، لنحافظ على صحة بعضنا، لأنه لما بحافظ على صحة أنا الشخص اللي بوجهي كون عم بحافظ على صحتي وعلى صحة الأشخاص القريبين مني واللي أنا بحبه كمان. بالختام نجا نحن معنا نتشكرك من قلبنا على جرعة التفاؤل يلي عطيتنا إياها واللي طبعا رح تترجمها بمجموعتك الجديدة، وبدنا نتشكرك لوجودك معنا. وستيسي.